بشكل كبير جدا. يعني عايز اقول لك انه هارد لك للنادي الاهلي اولا، مباراه تكتيكيا جيده جدا. اي فرقه بتطرد منها لاعب في الدقيقه العشرة بيحصل لها خلل، وخلل كبير، وبالذات انت بتلعب بره ملعبك. لكن انت ما حسيتش لعيبه النادي الاهلي، ما حسيتش الناس ان هم بيلعبوا بره. الحاجه الثانيه المهمه، انا عاوز ارجع بس يا كابتن اسلام للحكم، علشان في نقطه مهمه جدا لازم اتكلم عليها. الكور الطوليه الحكم بيبقى بعده عن اللاعب حوالي 25 ل 30 يارد. ليه؟ لانها كره طويله مش هجمه منظمه هو بيمشي معاها. المفترض مين اللي بيحسب دي؟ لو في لو في فاول اللاين ما بصلوش، واخد قراره، انتهز الفرصه، ادى طرد الايمن اشرف، خلل كبير قوي. اخر كوره بتاعت رمضان صبحي اللي انت اتكلمت عليها كابتن اسلام دي بتبعد الخطوره عن النجم، ودي من الحاجات اللي الحكام لما بيجي يكتب فرقه بيعملها. يعني اهم نقطتين، انه يبعد الخطوره عن الفرقه اللي هو عايزها تكسب. يعني انا بجزم ان فعلا التحكيم بيفسد الكوره في افريقيا. يمكن احنا لو عندنا تحكيم مميز في افريقيا هتبص تلاقي الكوره بقت افضل، الكوره بقت احسن. ولكن النادي الاهلي تكتيكيا النهارده والتغييرات اللي عملها المدرب، عمل تغييرات جيده جدا، وكان في ثبات منه. يمكن عدم استعجال، لعب حوالي 15 دقيقه بنفس الفرقه عقبال ما فكر ونزل اللاعب، ونزل محمد هاني ودخل احمد فتحي جوه وطلع محمد هاني. وبعدين التغيير الثاني والاصابات، والاصابه اللي جت لعلي معلول زي ما قلت يا كابتن حشيش مهمه جدا. طبعا كانت علي محور برضه تغيير، وفي الفترة الأخيرة علي معلول الحتة الهجومية عنده جيدة جدا، فالمفترض إن أنت هتشتغل عليها. ولكن في الآخر عايز أقول لك إن هي مباراة في مجموعة، لازم نشيد باللعيبة إن هم طبعا. أي فرقة في الوقت ده إن هي بترد منها واحد في الدقيقة العشرة، لو الفرقة اللي قدامها جيدة كانت ممكن تكسب كتير سكور. لكن النادي الأهلي ثبات انفعالي من اللعيبة، دي رقم واحد. أداء متميز قرب الخطوط كلها من بعض، ودي رقم اتنين. رقم ثلاثة الجراءة والجسارة اللي عملها المدرب جيدة جدا. ولكن في الآخر أقدر أقول لك أنه إن شاء الله النادي الأهلي، أنا بطمن جمهوره أن يعني مباراة والناس شايفة إيه اللي حصل، ظروف مباراة والناس شايفة إيه اللي حصل. يعني أحيانا بتطلع خسران من الفرقة بيبقى عندك تأثير، فبنتكلم. يعني أنا واحد من الناس لو كنت شفت تأثير من لعيبة النادي الأهلي كنت اتكلمت وقلت أن في تأثير، ولكن التأثير في من حاجة خارجة عن إرادة اللاعبين وخارجة عن إرادة المباراة. يعني أنا بقول النجم ما كسبش، الحكم هو اللي كسب. أنا عايز أقول بس كلمة يعني تكمل للكابتن عادل قبل ما الكابتن أسامة يتكلم. التعمد على يعني إفساد هجمات النادي الأهلي والكلام ده بانت في كرة رمضان، وبعدين لما تيجي تشوف الشوط الثاني كله بالتوقفات دي كلها بيحسب 3 دقايق وقت إضافي، فدي برضو حاجة يعني إصرار غير عادي من الحكم إن هو يخلي المباراة تمشي في اتجاه واحد. يعني مظبوط، على الرغم من